خلينا بقى نبدأ جولتنا الصحفية في صحافة الثلاثاء 18 فبراير 2020 واللي نبدأها من الأهرام. الصفحة الأولى: الرئيس يفتتح مصنع 300 للذخائر ويتفقد أول لودر مصري خطوط ومصانع جديدة لإنتاج الألواح الشمسية والبطاريات والجلفنة على الساخنة. في الحقيقة طبعا الاجتماع ده تناول العديد من الموضوعات المهمة اللي أكد فيها الرئيس أهمية هذا الموضوع، بالتحديد طبعا لما تمتلك سلاحك هتمتلك طبعا القوة اللازمة. وامبارح كان في كذا افتتاح، مش بس في مصنع 300، لا في مصنع 999 في حلوان، في مصنع في قها، كان كذا مصنع افتتحه الرئيس بالأمس طبعا لإنتاج عدد من الذخائر. خلينا نروح للصفحة الثالثة من الأخبار. خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة، مدبولي نقلة نوعية في ملف النظافة يشعر بها المواطن. هذا موضوع مهم قوي كده، ده بالتاكيد طبعا، لان احنا برضو كمان محتاجين ان احنا نهتم اكتر باعاده تدوير المخلفات، مش بس عشان يشعر المواطن بالنظافه في الشوارع، لكن كمان لان انا شايفه انها وكل الدراسات بتؤكد ذلك، هي الحقيقه يعني حصيلتها الاقتصاديه امر مهم وكبير جدا وهتفرق في مجالات كتير. نعرف تفاصيل اكتر معانا السيد امين خيال، استشاري اداره المخلفات. صباح الخير استاذ امين. اهلا، صباح الخير يا استاذ، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني فكره ان بقى دلوقتي الحكومه المصريه بشكل دوري حريصه على عقد الاجتماعات الخاصه باعاده تدوير المخلفات والفرص اللي ممكن تاتي من هذا الملف، قراءتك لهذا الامر؟ بصي، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الاجتماعات يعني حاجه جميله بنحط النقط على الحروف فيها، المهم التنفيذ. اداره المخلفات اداره متكامله، دي معروفة ومحفوظة وكل دول العالم يعني المتقدم بيطبق، ان انا اجمع المخلفات كلها اللي بتطلع من البيوت والوحدات السكنية والشوارع وال بعد كده ابدأ انقل هذه المخلفات، ابدأ زي ما حضرتك قلت في البداية عملية التدوير دي مرحلة مهمة جدا في عملية ادارة المخلفات، ان انا بستعيد جزء من تكاليف ادارة المخلفات فيها، بعد كده الباقي يا اما بعمله بوديه المدافن الصحيه يا اما بعمله وقود حيوي لمصانع الاسمنت. تمام. يمكن ارخص سريع، بس يمكن استاذ امين يعني ده بقينا بنشوفه حتى دلوقتي في المولات، بقى في وعي عند الناس ان بيقدروا يحطوا البلاستيك فين، الورق فين، المخلفات الاخرى فين، سواء في المراكز التجاريه او بخلافه. يمكن ده شويه بيبقى صعب انه يبقى موجود في البيت، مش كل الناس هيكون عندها وعي انها تحط كل نوع من المخلفات في كيس وترميه لوحده. يعني انا مش عايز في البيت الناس تحط كل نوع في كيس، انا بس يعني اللي بنطلبه بقالنا فوق ال 20 سنه بنطلب الكلام ده، انا عايز المطبخ يبقى له كيس، المطبخ اللي في البيت اللي احنا بنشتغل فيه يبقى له كيس، وبقيت الشقه كيس تاني بس مش اكتر. المطبخ كله اللي بيطلع من المطبخ والحوض والخضار وال بيتحط في هذا الكيس، بعد كده بقيت الشقه ورقه كرتونه ازازه ميه بتتحط في كيس. دي هيوفر لي بالظبط 20 ل 25% من تكاليف اداره المخلفات اللي هي بتوصل لمليارات، يعني هتوفر لي ملايين. الشغلانه البسيطه اللي احنا بنقول عليها دي في اداره المخلفات، ان انا بفصل الجزئين، الجزء العضوي لوحده والجزء الصلب لوحده، دي بتوفر لي مبالغ ملايين. استاذ امين، كنا ابتدينا احنا في مشروع كده فتره من الفترات، كنا بنلاقي اكشاك كده اللي هي الكانز والحاجات اللي هي المعلبات بمعنى اصح، بنروح نديها وبناخد عليها فلوس. الموضوع ده اختفى ليه؟ يعني كان الموضوع ده لو احنا عملنا زي بره يا استاذ امين اعتقد انه كان هيفرق جدا. يعني لا، انا هقول لحضرتك هو اختفى ليه، لانه تنفذ غلط. انت دلوقتي جاي تاخد مني، يعني انا كراجل متعاقد على وحدات سكنيه مثلا في مصر الجديده او في المعادي او الى اخره، طب في مصر الجديده وفشل، انت بتاخد مني الجزء اللي انا بستفيده وبتبيعه، وانا تديني انا المواد العضويه اللي ما عنديش بستفيد منها والخنازير اللي عندي ما عادش فيه، يبقى انا ما باخدش حاجه من القمامه. انا بقول لك عمليه التدوير اللي هي المواد الصلبه دي هي اللي بتفيدني، لازم تكون منظومه متكامله عشان يبقى كل الاطراف مستفيده. بالظبط يا استاذ. طيب لازم مترابطه، حلقات مترابطه مع بعضها، اي حلقه بتفك بتوقع الباقي. طب استاذ امين، المردود من يعني لو مشيت بالسيناريو المحطوط ده، المردود من إعادة تدوير المخلفات على المدى القصير ممكن يكون قد إيه وممكن نستفيد منه؟ أنا مش عايز أحط مبلغ معين أو حاجة معينة، هو بيحقق جزء من التكاليف. ألو؟
سامعينك بيحقق جزء من التكاليف بس ما بيغطيش كل التكاليف يا استاذ. اداره المخلفات دي خدمه بتقدم للمواطن، لازم حد يدفع ثمن تكاليف هذه الخدمه. المواطن يدفعها اهلا وسهلا، الدوله تدفعها اهلا وسهلا، رجال اعمال يدفعوها اهلا وسهلا، يبقى فيها تكافل اجتماعي اهلا وسهلا. المهم هي خدمه. تن المخلفات عندنا جمع ونقل بيتكلف 125 جنيه. مين يحط الفلوس دي؟ انا مش مسؤول، انا راجل كشغلتي بخطط لهذا الكلام وبشتغل فيها، عايز الفلوس دي عشان ادير صح. عشان كده احنا بنقول ان هي منظومه متكامله، علشان متكاملة حتى ما يبقاش في تكلفه بشكل مباشر نقدر نحس بيها ونلمسها. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر السيد امين خيال استشاري اداره المخلفات. شكرا يا استاذه، شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامه. طيب نروح لجريده المصر اليوم. العائدون من الصين ينهون مرحله رعب كورونا، انتهاء فتره الحجر الصحي والصحه العالميه، علاج 10,000 شخص من الفيروس. طبعا الحمد لله المصريين العائدين من مدينه ووهان اللي تم طبعا كانوا موجودين في الحجر الطبي والصحي اللي موجود في مدينه مطروح، الحمد لله بالامس تم انتهاء فتره الحضانه ل 14 يوم الخاصه طبعا بالمرض، الحمد لله تم الافراج عنهم وعودوا لمنازلهم امنين، والحمد لله ما عندناش اي اصابات اطلاقا. يمكن كمان مش بس كده، ده في اشاده من منظمه الصحه العالميه بما تم خلال فتره الحجر الصحي اللي كانت موجوده في مرسى مطروح من حيث يعني الاستضافه وطريقه التعامل مع المرض، ويعني مهم جدا ان احنا نكون منتبهين لكل الخطوات. الأزمة أزمة عالمية ولازم كل الجهات يعني تقوم بدورها كما يجب. طيب نروح للجمهورية، صائدتان الألغام البرولوس وكابريكورن تشاركان بنجاح في تدريب بحري مصري فرنسي في المتوسط. تفاصيل خبر ان عناصر القوات البحريه المصريه والفرنسيه نفذت تدريبا بحري عابر بمنطقه تدريب اللانشات والصائدات بنطاق الاسطول الشمالي بالبحر المتوسط، ده بمشاركه صائده الالغام المصريه البرولوس وصائده الالغام الفرنسيه كابيكورن بعد زيارتها الناجحه لميناء الاسكندريه. التدريب الحقيقه تضمن او بياتي في ظل توجيهات القياده العامه للقوات المسلحه للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحه للدول الشقيقه والصديقه، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها طبعا التدريب على إزالة الألغام. وبنأكد أن ملف الألغام ده كان من الملفات اللي عليه شغل كتير جدا الفترة اللي فاتت، ويعني أعتقد أن لو وصلنا لإنجاز هذا الملف هيبقى فيه تنمية كبيرة جدا في المنطقة الغربية من مصر، بالذات منطقة يعني انت رايحه كده على الساحل الشمالي كل المنطقه دي، كل المنطقه، لكن منطقه الحرب العالميه اللي احنا مالناش علاقه بيها يعني مالناش دعوه، هم جم حاربوا عندنا بالظبط كده. هنروح للأخبار من الصفحة الثالثة. مطار شرم الشيخ بيستقبل أولى رحلات الشارتر من بريطانيا. في الحقيقة طبعا الموضوع ده من الموضوعات المهمة جدا، والسياحة وعودة السياحة بقدر كبير، والحمد لله عام 2019 كان عام خير على مصر في السياحة، لكن نتمنى إن شاء الله يكون عام 2020 عام قياسي وتجاوز عام 2010 اللي حققنا فيه أكبر طفرة سياحية كانت موجودة في مصر. هنروح للأستاذ محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي في مدينة الأقصر. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. استاذ محمد، يعني استقبلنا لأول رحلات الشارتر من بريطانيا في مطار شرم الشيخ، مردود هذا على الصعيد العالمي وفي قطاع التسويق السياحي؟ يعني نقر واقع ان السياحه الانجليزيه احد الروافد الهامه جدا لصناعه السياحه. السياحه الانجليزيه كانت 2010 بتدي مصر 1.5 مليون سايح يمثلوا حوالي 13% من عدد التدفق السياحي. من 4 سنين توقفت السياحه الانجليزيه بقوه، والحقيقه كانت تعتبر بمثابه صدمه، لان شرم الشيخ بتعتمد طبعا هم بيروحوا الغردقه، لكن شرم الشيخ تعتبر هي الرئه الاساسيه بالنسبه لهم. عايز اقول لحضرتك بس رقم بسيط، ان مثلا من 4 سنين عندما توقفت السياحه الانجليزيه كانت شرم الشيخ بيوصل لها حوالي 900,000 سايح، بياخدوا 9 مليون ليله سياحيه، وده رقم رهيب جدا. شرم الشيخ فيها 75,000 غرفه. فالحقيقه عوده السياحه الانجليزيه بهذا القوه رساله امان للعالم كله على ان مصر استعادت قوتها. احنا عندنا 4 رحلات جوتويك ومانشستر وبرمنغهام مبدئيا، ودول هيبداوا البدايه الحقيقيه ان شاء الله بقوه لعوده السياحه الانجليزيه. لكن اللي يهمني انه هناك مدلول جديد تم عن هذا. خلينا نقول ان في 1 نوفمبر مصر بامتياز عملت معرض السياحه مع مجموعه توت عنخ امون في لندن،
وهذا هو كان التاريخ الفارق الحقيقة في الموضوع. 1 نوفمبر عندما عرضت في المجموعة الرائعة لتوت عنخ آمون والجولة الرائعة اللي قامت بها مجموعة توت عنخ آمون كان لها أثر كبير جدا في عودة السياحة الإنجليزية. السياحة الإنجليزية بتمتاز بأنها سياحة ثقافية وسياحة ترفيهية. الترتيب الرائع اللي كمان عملته الدولة الحقيقة من أنها قبلت كل وترتبت مع السلطات الإنجليزية كل شروط الأمان على المطارات التي أثبت أن مطارات مصر من أأمن المطارات في العالم، كل ده له مردود. أنا عايز أقول لحضرتك أن عودة السياحة الإنجليزية شيء هيعمل من 2020 مثال آخر. بنحلم من احنا نرجع مرة تانية لسنة الذروة اللي هي 2010 مليون ونص مع المتحف الكبير، وده اللي هيبقى نقطة فارقة في عودة السياحة الإنجليزية. وأعتقد أنه أحد مقوماته عودة السياحة الإنجليزية ومجموعة الطرق اللي تبنتها وزارة السياحة والآثار مع وزارة النقل، أعتقد أنها هتكون مثابة خير. وزي ما حضرتك قلتي احنا 2020 إن شاء الله سنتجاوز بكثير من حيث عدد مستوى الإنفاق ومن حيث عدد السائحين ومن حيث اختلاف المقاصد السياحية 2010 لتنعم مصر إن شاء الله باستقرار سياحي رائع إن شاء الله. إن شاء الله. جزيل الشكر للسيد محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحية بالأقصر، شكرا يا فندم على هذه المعلومات. طيب نروح لجهة مصر اليوم ومن الصفحة الـ 12 مظاهرات طلابية ضد علاوي ومطالب بترشيح ناشط لرئاسة الحكومة. في الحقيقة الخبر بيقول نظم المئات من طلبة المدارس العراقية في مدينة الناصرية بالأمس تظاهرات داعمة للاعتصام في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بتكليف رئيس وزراء مستقل ليقود المرحلة الانتقالية لحين إجراءات تعديلات في قانون الانتخابات، معلنين رفضهم لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي. ورفع المتظاهرون اسم علاء الركابي لاقتراحه مرشح للحراك لرئاسة الحكومة المقبلة باعتباره أحد قادة الاحتجاجات في مدينة الناصرية، بينما دعا لمسيرات على الإقدام انطلاقا من البصرة وصولا لبغداد والمنطقة الخضراء. وكان الركابي قد تعرض لمحاولة اغتيال في شهر يناير الماضي. آخر أخبارنا من الأهرام صفحة 6، الجيش السوري بيحرر مساحات واسعة من حلب وإدلب وإصابات في صفوف الأتراك. تفاصيل الخبر أن الجيش السوري أعلن أمس رسميا أنه حرر مساحات واسعة من حلب وإدلب وسط أنباء عن إصابات في صفوف الأتراك. يأتي ذلك في وقت طلب في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموسكو بالكف عن دعم دمشق، في حين أكدت قوات سوريا الديمقراطية أنه لا حل في سوريا دون الأكراد. كما استهدف قوات الجيش السوري نقطة المراقبة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل شمالي مدينة حلب بعدد من القذائف المدفعية. ومصادر صحفية قالت أن في إصابات وقعت في صفوف الجيش التركي جراء هذا الاستهداف السوري. وبالتالي كده في بقى بلدات تم تحريرها. الجيش السوري ممتد على منطقة تقارب مساحتها 200 كيلومتر مربع ولشهادة انهيار كبير في صفوف مسلحي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني المنتشرين في المنطقة. وكمان شنت الطائرات الروسية عدة غارات على مناطق في شمال غرب حلب وقصفت قوات الجيش السوري مناطق في محيط سرمين بريف إدلب. طيب أنا الأستاذ خليل محمود الكاتب الصحفي محدثنا من دمشق. أستاذ خليل صباح الخير. صباح الخير لكم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خليل. اهلا بك استاذ خليل. ويمكن يعني انتصارات أهلاً. اهلا بك يا فندم. انتصارات قدر الجيش السوري ان هو يحققها بشكل كبير في حلب وفي ادلب، والاول مره يدخل في مناطق كبيره جدا واسترداد قرى بالكامل من ريف حلب. يعني هذه الانتصارات الميدانيه على ارض الواقع مردودها خاصه مع استرداد طريق الدولي، يعني اثر ذلك في يعني مزيد من الاستقرار لسوريا؟ نعم، بعد تحقيق الجيش العربي السوري نجاحات متتالية في الأيام الماضية تم فتح استراد دمشق حلب بالكامل، وباتت مدينة حلب بالكامل مدينة آمنة ومحمية من القذائف الإرهابيين الذين كانوا يستهدفون هذه المدينة على مسافة قريبة جدا من مدينة حلب من جمعية الزهراء. الجيش العربي السوري حقق انتصارات متتالية وتمكن من دحر الإرهابيين بريف حلب الغربي وأجزاء واسعة من ريف إدلب أيضا، وهذا ساعد على إعادة الاستقرار لهذه المناطق. وبالتالي فتحت طرقات جديدة، الطريق دمشق دولي بات آمنا وسالكا، ومطار حلب سيستعيد نشاطه يوم الأربعاء القادم برحلات جديدة، وطريق بين حلب وعفرين عزاز
مساحة واسعة من هذا الطريق بات تحت سيطرة الجيش العربي السوري بعد هروب الإرهابيين وانهيارات متتالية رغم الدعم التركي المستمر لهذه المجموعات الإرهابية، ولكن تهاوت أمام ضربات الجيش العربي السوري وأصبحت هناك خارطة سياسية عسكرية ميدانية جديدة. الأمور اختلفت، وأمس كما تابعتم وجه الرئيس بشار الأسد تهنئة لأهل حلب وأكد أن هناك معارك مستمرة لاستكمال تحرير باقي المناطق في ريف حلب، حيث هناك منطقة عفرين ومنطقة إعزاز تحت سيطرة إرهابيين، ومناطق أخرى من إدلب مثل منطقة جسر الشغور وسرمين ومناطق أريحة. حتى الآن هذه المناطق تحت سيطرة جبهة النصرة الذين يتلقون الدعم من النظام التركي. الأمور اختلفت تماما بعد أن أصبحت مدينة حلب آمنة، ولذلك الجيش العربي السوري سيستمر. وأكدت الأيام الماضية والأشهر الماضية أن اتفاقات وتفاهمات سوتشي لم تجلب أي نتائج، وبالتالي كان الخيار العسكري هو الأساس وهو الذي الأحداث دفعت الجيش العربي السوري لاتباع هذا الخيار واعتماده لتحرير الأراضي، لأن الأهالي كانوا يعانون الأمرين تحت وطأة الإرهابيين الذين كانوا دائما يستخدمون الأهالي دروعا بشرية ويدمرون وينهبون ويسرقون أملاك الأهالي. طيب سيد خليل، حضرتك بتتكلم أن هيتم فتح مطار حلب يوم الأربعاء الجاي بإذن الله رب الخير لسوريا والأهلها جميعا وتنعم بالسلام، لكن إلى أي مدى في تأمين لحركة الملاحة الجوية؟ يعني هل هيتم فتحه بالكامل؟ هيكون في حركة ملاحة جوية من وإلى حلب لباقي دول العالم؟ ده يعني محتاج طبعا لتأييد ومحتاج موافقة من هيئة التأمين بالضبط، هيئة الملاحة الجوية. يعني هل تم يعني العمل خطوات في هذا الإجراء؟ نعم، هناك اتفاقات مع دول عدة بهذا المجال، وستكون الرحلة الأولى من دمشق يوم الأربعاء باتجاه مطار حلب. وأبشركم ونحن طالما نحن في سوريا ومصر نعاني من أزمة آفة الإرهاب، ستكون الرحلة الأولى بعد من مطار حلب إلى مطار القاهرة. إذن هناك حركة دولية من مطار حلب الذي كان يقوم برحلات دولية في قبل الأزمة، ولذلك الرحلة الأولى إلى القاهرة، وهذا يدل على أن هناك الانفتاح واسع بين سوريا والدول الأخرى. المجال الجوي سيكون هناك نشاط جديد لهذا المجال وحيوية أخرى. هذا يعني أن الأيام القادمة انفتاح أجواء دمشق، ودائما دمشق أبوابها مفتوحة على دول الجوار، لأن الدول التي تحارب الإرهاب هي دول صديقة ودول شقيقة. نعم. أيضا نعم. أما الذين يتلقون الدعم يدعمون المجموعات الإرهابية وهم معروفون وهم لا يريدون خير لهذه المنطقة، وخاصة الكيان الإسرائيلي. نعم. وأنظمة خليجية تعرفونهم والولايات المتحدة الأمريكية وهي رأس الإرهاب. النظام التركي أيضا تبخلت مشاريعه وتمزقت أحلام أردوغان عندما يرى وهو يرى بعينه أن حلب باتت آمنة وأن مطار حلب بدأ يستعيد نشاطه. نعم. الخير كله رب لسوريا، الخير كله رب لسوريا والأهلها. من هنا من القاهرة بنحيي أهلنا في دمشق وفي حلب وفي سوريا في عموم سوريا. كل الشكر لحضرتك أستاذ خليل محمود الكاتب الصحفي، كنت معنا هاتفين من دمشق. طيب نروح للزميل أشرف مبارك معنا في لايف مباشر من أحد طبعا الأسبلة سبيل أم عباس، وأحد طبعا الأسبلة المهمة جدا في مصر، أكيد نعرف معلومات من أشرف حول هذا السبيل. تفضل يا أشرف. عمرو صباح الخير، برحب بكم من منطقة الدرب الأحمر وتحديدا من أمام سبيل أم عباس. هذا السبيل الذي يعود تاريخه لنحو 150 عام، يعني أنشأته الأميرة بن بان قادن وهي والدة الخديوي عباس حلمي الأول وبنت طسن ابن الخديوي أو ابن محمد علي. هذا السبيل يعني له أهمية تاريخية كبرى، وهو يأخذ شكل نادرا يعني مختلفا عن الأسبلة التي توجد في محافظة القاهرة. يعني هذا الشكل هو عبارة عن الشكل المسمن، وهو يعني مكون من الجرانيت الابيض، وهذه يعني المواد التي تم او العماره التي تم تصميم بها هذا السبيل هي يعني عماره نادره تختلف عن الاسبله في القاهره. للحديث اكثر عن تفاصيل يعني سبيل محمد علي واهميته التاريخيه، معي على الهواء مباشره الاستاذ ناجي حنفي وهو مدير عام مناطق جنوب القاهره الاثريه. استاذ ناجي صباح الخير، وعايز اعرف معاك ايه اهميه هذا المكان وعرفنا تاريخه بقى الاثري.
يمكن احنا قدام سبيل ام عباس. سبيل ام عباس بيرجع تاريخه الى 1284 ميلاديا، 1867 ميلاديا، وانشاته والده الخديوي عباس حلمي الاول، زوجة السلطان احمد طوسون ابن محمد علي. يمكن محمد علي كان بعته قبل كده هو للقضاء على الحركة الوهابية في السعودية. يمكن هذا السبيل بيطل بواجهته المسمنة على شارعي السيوفية وشارع الصليبة. هذا السبيل مغطى ببلاطات رخامية، هذه البلاطات الرخامية مزخرفة بالزخارف النباتية على طراز الباروق والرقوق. هذا السبيل بيوجد به خمس شبابيك تسبيل، هذه شبابيك التسبيل بها بعض المصبعات النحاسية ذات الزخارف النباتية. بيعلو هذا السبيل شريط كتابي مزخرف بالزخارف النباتية ثم الرفرف الخشبي. يمكن زخارف هذا السبيل كلها كتبها الخطاط التركي اللي هو عبد الرحمن الزهدي، يمكن رشحه السلطان عبد المجيد لكتابة الخط الحرم المكي. يمكن هذا السبيل يعتبر من الأسبلة المهمة جدا في سبيل من الأسبلة العثمانية. يمكن لو تكلمنا باستفاضة كبيرة جدا عن الأسبلة ونشأة الأسبلة، يمكن الأسبلة بدأت ظهورها في العصر الأيوبي سنة 1171، ثم تطورت هذه الأسبلة في العصر المملوكي والعصر العثماني، حتى يقال إن هذا في القاهرة ظهرت أسبلة كتيرة جدا في ضواحي مصر المحروسة تعدي حوالي 200 سبيل، ولكن منها الخارب ومنها العامل، ولكن يد الإهمال قد طالت عدد كبير جدا من هذه الأسبلة. طيب أستاذ ناجي، احنا في يعني سورة الفتح مكتوبة على وجهة هذا السبيل، يعني يمكن هي تظهر في الخلفية، بالإضافة لبعض الآيات اللي هي بتدل بقى على أهمية السبيل، إن هو كان بيسقي بنيل مرة وأهل القاهرة وعبر السبيل. طبعا السبيل يعني زي ما احنا قلنا اللي هو الكاتب التركي عبد الله زهدي نقش بعض ايات سوره الفتح، وفي الاخر كتب عمله بصناعه الكاتب عبد الله زهدي سنه 1284. ده بيؤرخ التاريخ اللي تم فيه انشاء هذا السبيل، بالاضافه الى بعض الايات القرانيه اللي بتدل على الخير وبتدل على السقيا وعلى لان السبيل ده صفته هو سقيا المارة من الناس والفقراء الذين لا يستطيعون شراء السبيل. يمكن والد الخديوي عباس أوقفت عليه أوقاف كثيرة جدا، منها الإصلاح والترميم وشراء بعض الأدوات المستخدمة في عملية التسبيل. يمكن من أهم الأسبلة برضو اللي احنا قلنا في العصر العثماني، يمكن السبيل تطور في العصر العثماني. العصر المملوكي كان الأسبلة كانت ملحقة بالمنشآت الدينية بالمساجد، لكن في العصر العثماني بدأ يظهر كل سبيل ويبنى كل سبيل في كل حي من أحياء مصر المحروسة لخدمة الفقراء. يمكن السبيل عامة كان يبين روح الخير وروح التكافل الاجتماعي بين الفقراء وبين المساكين وبين الأثرياء، وكان دايما بيقوم بإنشاء هذه الأسبلة هم الأمراء وهم نساء الأمراء والسلاطين. يمكن استاذ ناجي، انا عايز اعرف كان بيضيفوا على المايه ديت بعض المواد العطريه عشان تبقى ريحتها وطعمها كويس؟ طبعا، لان السبيل بيتكون من ثلاث اجزاء. اولا الصهريج بيبقى اسفل السبيل ويعلو السبيل الكتاب. طبعا الصهريج دوت بيبقى مبطن بماده اسمها ماده الخافقي، بيمنع تسريب المياه من داخل او خارج هذا السبيل، وكان بيضاف اليه بعض العطور وبعض التي تعمل عمليه تطهير لهذه المياه وتخلي ريحه المياه رائحه كريمه وعمليه تطهير لهذه المياه. طيب انا بشكر حضرتك يا استاذ ناجي. عمرو، بالاضافه الى ما تحدث عنه الاستاذ ناجي حنفي، يعني احنا شايفين روعه العماره الاسلاميه في الخلف هنا، ايضا السبيل تم الحاق به مدرسه يعني لتعليم بعض العلوم الحديثه، كان عصر محمد علي كان هناك بعض المدارس، هذا السبيل الحقت به مدرسه. نعم. ايضا نعم. لتدريس بعض العلوم الحديثه للطلاب. اشرف، طبعا يعني القاهره كلها وطبعا تحديد مصر القديمه ذاخره بالعدد من الاسبله طبعا بشكل كبير جدا، ومصر طبعا مليئه بالعماره الاسلاميه
الإسلامية وعدد من الأماكن التاريخية. بشكرك شكر جزيل لزميل أشرف مبارك محدثنا من منطقة مصر القديم من منطقة الدرب الأحمر. الدرب الأحمر سبيل أم عباس. ويمكن إحنا حريصين في هذا الصباح إن إحنا نلف يعني محافظات مصر ونتعرف على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية على مدار حلقتنا. خلونا نروح على طول سريعا لاستوديو الأخبار وزميلنا أيمن السيد وقراءة سريعة موجزة لأهم وآخر الأنباء.